ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هكلمكم النهارده عن برفيوم جبته من ذا بودي شوب. ده شكله اسمه بريتش روز، يعني الورد البريطاني. هو ريحته ما فيهاش اي فكره. هو ورد جوري، ريحه ورد جوري، بس ريحته وهمية. يعني انا شخصيا عجبتني جدا جدا. مش ريحة الورد اللي هو مية الورد، تحس ان هو مية ورد كده وريحة مش حلوة، لا، ريحة ورد راقي كده هادي، يخليكي حاسة ان انتي في استرخاء. يعني لا، ريحته رهيبة، عجبني جدا جدا. بس هو مشكلته انه هو ثباته ضعيف وفواحانه برضو قليل، مش قوي. السبب بتاعه يعني مثلا على الجلد 2-3 ساعات. هو طبعا غير ان هو ورد، هو اودو تواليت، واودو تواليت بيبقى ثباته اصلا اقل من الاودو برفيوم، وكمان الورد والحاجات الهادية بتكون ثباتها اصلا قليل. فبالتالي هو ثباته مش قوي. زي ما قلت لكم، هو بيقعد 2 ساعات تقريبا على الجلد، من 2-3 ساعات. على الهدوم لو اقطان او كده، لا، ممكن بيقعد لتاني يوم. بس ريحه هاديه، تبقي شامه ريحه ورد هادي كده، نظافه، ريحه روقان. هو بالظبط كده، هو فواحانه برضو بنفس الطريقه، يعتبر فواحانه ضعيف. بس انا بالنسبه لي دي مش عيب، لان بالعكس ده ميزه. انت ممكن تقدري انت تحطيه وانت خارجة ورا ودنك او على رقبتك، وتلبسي مثلا الطرحة، فما ريحتك مش هتفوح، هتبقي انت بس اللي شماها، شم ريحة نظافة، شم ريحة روقان، شم كده ريحة انتعاش. بس محدش يقدر يشمك الا لو حد جه يسلم عليكي وباسك. فدي انا شايفاها ميزة مش عيب. هو ينفع للصيف جدا، وينفع لو انت عايزة تهدي اعصابك وتنامي. انا بحب استعينه جدا قبل النوم، برشه، تحس انتي بتروحي في النوم، بيهدي الجو قوي. ريحته فظيعه، حلوه قوي. يعني انا اصلا مش من محبي الورود قوي في العطور، زي الفل والياسمين والحاجات دي بتضايقني. الروائح اللي كلها ورود دي بتضايقني، ما بحبش اشتريها. بس ده فعلا عجبني جدا جدا. حسيت ان هو بروقان، بنظافه، بهدوء، بان انا عايزه انام باسترخاء. ريحته جميله قوي، يعني انا شايفه ان تروحوا تشموه. هو حجم 100 ملي، المفروض سعره الاصلي 135، بس كان ساعتها في عرض، فتقريبا كان سعره بحوالي 100 او 105 حاجه كده ريال. طبعا انا شايفه ان انتوا روحوا شوفوه، هيعجبكم قوي. ده شكله الازازه من هنا، ده شكلها. الغطاء محفور عليه كلمة ذا بودي شوب اهو. هي عموما عطور ذا بودي شوب مش الثبات الفظيع يعني، ولا الفوحان الجامد. تعتبر تصنيفها عطور يومية، اللي هي تقدري تحطيها كل يوم، ترشيها كده طول ما انت قاعدة. مش حاجة بقى بتقعد بالساعات بقى والايام، وسهرة بقى او فرح او مناسبة او انت عايزة ريحتك تبقى باينة، لا، هي طول يومية من الحاجات الهادية جدا. الناس اللي بتحب الحاجات الهادية، عايزة حاجة ريحتها يومية، حاجات فريش، بتحب الحاجات اللي بتدي انتعاش، جربوه فعلا مش هتندموا. الناس برضو اللي عندها حساسية في مناخرها، او مش بتقدر تشم عطور قوية، او بتتعبها، او بتجيب لها نفسها بيضيق او كده، برضو جربوه. اعتقد ده مش هيعملكوا اي مشكلة خالص. هو ريحته ورد هادي لطيف جدا. وميزة ذا بودي شوب ان هما ما بيستعملوش حاجات مش طبيعية، يعني مش يعني حاجاتهم اغلبها طبيعي، وبيبعدوا قد ما يقدروا عن ان المركبات اللي هي بتكون ضارة بالجسم. حتى اصلا عطرهم بيقولوا انه اغلبها عادي تقدر تستعمليها لشعرك. فاعتقد ان هو الناس اللي بتتعب من الروائح القويه او الناشفه، او قصدي الزعقه يعني او كده، ده مش هيتعبها. ريحته جميله 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 جميله. يعني انا عن نفسي حبيته جدا، مع ان انا مش محب الحاجات الهاديه قوي كده، ولا الورود ولا كده، بس حقيقي بحس كده براحه ونظافه وانتعاش واحاسيس كتير جدا لما بحطهم.
بس كده، وده كان فيديو النهاردة. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار اول ما نزل الفيديو على طول. ولو جربتوا، لو حد فيكم جرب عطور تانية من زبادي شوب، ياريت يكتب لي في الكومنتات ويقول لي جربتوا ايه وكانت ريحته عاملة ازاي وعجبكم ولا لا، وثباته برضو قليل وضعيف زي ده ولا ثباته قوي وبيقعد وقت اطول. يعني قولولي كده هو انت جربكوا في الكومنتات. ولو حد جرب ده برضو يقولي برضو بيحس نفس الحاجات اللي انا بحسها دي، الانتعاش والنظافة والروقان والكلام ده، ولا انا بس اللي بحس الحاجات دي. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.